الحليب والو هذا جو والو واحد الجزائري لقاو كيشرب الحليب تخبيه في الشارع مش عارف نتوما نعمل ولا لا ديش روك وحاكمينا تحية المراركة راك شتوني احنا غادي نتهلاو فيك نعطيوك البانه ها هو ولدكم مازال ما درتيش ابوني واش كتسال دير معنا ابون زير معنا الصوت يلا السلام عليكم كيف حالكم اخواني الكرام اين انتم يا كراغي اشتقنا لكم الاخوان ما بقى ما يتخبى واحد الجزائري شدوه في المغرب في الشارع وهو كيشرب الحليب بالتخبيه وغادي تشوفوا هذا الفيديو هذا 2025 على الابواب ماذا انتم فاعلون اللي احترمنا اللي جاب احترام الى غادي يلقى الاحترام اللي جاب سخونيه الراس غادي يلقى واحد الفئه اللي ما تبكيش عليه يما الفئه اللي بحال مشى بحال جا بحال حي بحال بي اجي نشوفوا هاد الجزائري اللي لقاو المغاربه كيشرب الحليب بالتخبيه في الشارع ونشوفوا واش داروا مع المغاربه على بركه الله لكن قبل ما نمشي نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا الفيديو خرجتو من كوب دافخيك نتوما راه بانوا لي خرجتو على السيطره الصوت ديال ديال وانتوما راكم خرجتو بالدور الاول وغلباتكم مونيطانيا وكاس العالم ما لحقتوش بقيتو تطلوا غير بعينيكم ولالاكم جابت المرتبه الرابعه ومازال كت ليش الاخوان الطوري تبعو لي زعما يدار زعما بالصباغه ولا يدار هذا 100% فرنسا فاش دايرينو فرنسا يديروا لهم هكا ويسكتوا ما يقدروش يهضروا فرنسا خرجوا كلينيكس كيمسحوا هذا وخرجوا الاخر باش كيمسحوا الاخر ودايرين فيه الاعلى العالم ديال الجزائر قسم بالله راه كاين فيديو واحد قال لهم ها لي كلينيكس كيمسحوا هذا ويمسحوا الاخر قال ليه بالعالم ديال الجزائر فرنسا كيبيعوهم علنا ما قدروش يهضروا قادرين حيد قيد غير المراركة المروك المخزن المروك المخزن واش باش درنا لكم يا الكراغل دابا عاد غادي نديرو لكم ندوزو الفيديو اخر السلام عليكم يا خوتنا هاي لينا هاي الجزائر شو الجزائر العاد الحجري شو انا في العراق ماشي الجزائر ليك وين رانا عايشين قالك العراق عنده ديك العقليه ديال العراق فوقت الحرب فاش كان الحرب فيها والروينه وصير تشوف دابا العراق راح شو ما تقول العراق ما تشبهش راسك بالعراق شو الحافلات ديالك ديال هتلر السلام عليكم يا خوتنا هاي ليك هاي الجزائر شو يا شو انا في العراق ماشي الجزائر ليك وين رانا عايشين ليك بالكم يا عجبين اخو شو انا مضروبين بسوارة نجوش دوكا وترمون والله الا بحال اللي عايشين شو الصدى اللي كنجي ها الحيوط مصدين عبر هذاك اللي قال لهم قهوي الارض قهوي السماء قهوي بنادم قهوي عندهم الكراغلة كل شيء قهوي انت شو النوع ديال الحافلات بعد اللي مازالين كيتمشاو عندهم هادو ما تلقاهمش كيدورو في المغرب ويلا كانوا داوم لشي متحف وكذا بلا شي حاجه قديمه ومازال كيستعملوها دوز الفيديو اخر فين وصلنا الاخوان هذا فين وصلنا خمسه وحده في سعيده وحده في تلمسان وحده في الزوج وش ولا بس الشيخ ما قلتش شي ما ديت من الله غالب راك عارف يبقوا ياكلوا يبقوا يلبسوا يبقوا صوالح القرايه وحنا الله غالب ما عندناش وهذه تاع الجزائر تاني راه في عامين ملي داوها ما شتهاش كاين الاخرين تاني كاين تاع 3 سنين كاين ما شفتهمش هادو باع لا غالب ما شفتهمش هذه عندي وحده تاع الجزائر تهضر معايا في التليفون راهي تبكي باه تجي عندي وكل شيء من داك تقرا ما قلتش شي كل شيء لا غالب معنا ما قدرش فهمتوا ولا ما فهمتوا والو قالوا لك الناس راها تبيع في ولادها بسبب الفقر في دوله البترول والغاز كيبيعوا ولادهم هادو دابا اللي كيسبونا وكيعايروا المغرب جينا نبحثوا لقيناهم كيبيعوا ولادهم سمع خمسه وحده في سعيده وحده في تلمسان وحده في الزوج وش ولا بس الشيخ ما قلتش شي ما ديت من الله غالب راك عارف يبقوا ياكلوا يبقوا يلبسوا يبقوا صوالح القرايه وحنا الله غالب ما عندناش
وهذه تاع الجزائر ثاني راه في عامين ملي داوها ما شتاش. كاين الاخرين ثاني كاين تاع 3 سنين كاين ما شفتهمش هذو باع بنات لا غالب ما شفتهمش. هذه عندي وحده تاع الجزائر تهضر معايا في التليفون راهي تبكي باه تجي عندي وكل شيء من داك تقرا وقلت شي كل شيء لا غالب ما قدرش باه نجيبها. والاخرين ما عرفش يهضروا معايا كاع ما عرفتهم لا ميتين ولا حيين لا غالب. انا ما قلتش شي نقول لبناتي سمحوا لي كون ربي يعطيني سكنه وكل شيء نرد بناتي باهم ينوض يخدم وكل شيء. باهم ما بغاش يخدموا باع بناته قالت لهم نرد بناتي الراجل يمشي يخدم واش الكرقولي يقول في الخدمه واش اللي عطاوه منحه البطاله غير ما ياكل 500 درهم 50 دولار منحه البطاله زعما ما تخدمش هاك 50 دولار وسكت ما تقولش الكابرا ما تقولش حقي ما تقولش الكابرانات ما تقولش بغيت الرئيس يدير لنا علاش الرئيس ما دارش ما تقولش هكاك هاك 50 دولار واش هادو غادي يردوا يخدموا هادو راه ناعسين وكيبيعوا في بناتي وولادهم رد بناتي لا غالب. انا ما قلتش شي مديت حتى واحد ما يمد الكبده تاعه كاين قعدوا يباتوا لي بالجوع وكل شيء انا مديت بناتي لا غالب توحشتهم وحشتهم الغالب لي كل زعما كيشوفوني هكا ولا لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي. ندوزو الفيديو اخر. الوطن الذي نسميه الجزائر الجزائر يقوم مع اعضاء الشعب المالي صحاب مالي وعاقوا بكم صحاب مالي وما حابلينكم الرئيس الجمهورية الجزائري اللعين تيبون هذا وما الجيش الجزائري هم ينصرون الإرهابيون في جزائر ضد مالي ماشي غير مالي راه نوضوا البوليخاريو راه منظمه ارهابيه ضد المغرب نوضوا ضد مالي دايرين المشاكل في النيجر دايرين المشاكل في تونس دايرين المشاكل مع جميع الدول سبحان الله بحال شي درصه مسوسه عندنا في افريقيا الحل ديالها هو التحييد ولكن التحييد ما يصلحش واش ممكن تحييد الاخوان تصور دابا شي زلزال يدوز في الحدود هكا ويقطعها بحال شي وهي الزالب حروب تبقى غادي بحال شي جزيره تمشي تلصق في شي قاره ولا تبقى جزيره بوحدها في شي قنت راه زوينه ويكون عندنا نوليو حنا من ثلاثه الواجهات بقعه في ثلاثه الواجهات ثلاثه الشوارع دايزين البحر من هاد الجيب من هاد الجيب من هاد الجيب من هاد الجيب موريتاني يفعلون ذلك كما قال أخي العزيز عبد اليان لأنهم مع الفرنسيون في الساحل ليدمرون السلامة الذي نطلب منذ سنين هؤلاء هم الأحرار الماليون يرولو هؤلاء الأحرار وباسم الرئيس عبد اليان سنخرج الجمعة الآتية بعد صلاة الجمعة لأننا لا نستطيع أن نسكت عن هذا لا نستطيع أن نترك الدولة الجزائرية اللائنة يدمر شعبنا المالي دونك إلى الإفريقيون إلى جميع الماليون من كدال إلى تاوديني نطلبكم الى الشباب اخرجوا في الجمعه الاتيه قال لكم سيد خرجوا نوضوا اليوم الكربلاء الجزائريين لننصر الحكومه لننصر الجيش المالي نيشان انا معكم اي حاجه ضد الكراغله انا معكم دوزوا الفيديو اخر واحد الجزائري لقاو كيشرب الحليب تخبيه في الشارع مش عارف نتوما نعملوا ولا لا نروحوا حاكمينا تحيه لمراركا حرك شتوني احنا غاديين نتهلاو فيك نعطيوك البانه ها هو ولدك تبارك الله على وليدك شكون هذا كيعرفو غير وليد وي دابا ما تسكتش شرب البانان وسكتوا البانان والحليب حنان هل الفئه اللي ما تبكيش عليهم هل الفئه اللي عارفه لكم الكراغله عايش معنا بالخير يا حبيبي هادشي راه ما عندكمش بالخير يا وليدي
للكره هاولكم هاولكم حنا كنكرمو طلعوا لكم في الدريش بغيتوها الكراغلة واحد الكرغولي تطلعوا فيه الحليب صاحبي الحليب كي يشربوا مالي اش بغيتوا قولوا جزاكم الله خيرا كل يزيدوا الحليب الحليب وعالو والله إلا المغاربة إلا تحفة ما تلقاش بحالهم أنا كنقول لكم ديما الدور الكرة الأرضية كاملة ما تلقاوش بحال المغاربة تاع يوم الدور والله لا لقيتو بحال المغرب الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله ديما مغرب من طنجة القويره السلام عليكم.